معكم خاوتي اصحابي، تحياتي لكم، سلامي لكم. اليوم راح نزور الحديقه المعلقه الفريده من نوعها على بنايه معروفه هنا باسم سكاي بارك، وهي عباره عن حديقه ومسبح معلقا فوق ثلاث ناطحات سحاب. تابعوني. كما تشاهدون هذه العماره والسكاي بارك، وهي حديقه ومسبح معلقا فوق ثلاث ناطحات سحاب. تصور أو تخيل نفسك عائما في أكبر حوض سباحة مقام على سطح هذه العمارة، وطوله 150 متر. يا اخوان، هذه العماره تتكون من 57 طابق، راح نطلعكم وتشوفوا ان شاء الله. نحن الان فوق السكاي بارك او الحديقه المعلقه والمسبح المعلقان فوق ثلاث ناطحات سحاب، وهي عباره على الشكل او بناء على شكل سفينه. كما تشاهدون سنغافوره من الاعلى، اعلى يعني على علو 340 متر، عفوا. شوف